النقد يعود إلى أيدي المصريين بعد أكثر من 9 أيام من إقفال المصارف. وبالرغم من بقاء البورصة مقفلة وتضارب الأنباء حول موعد إعادة فتحها، ورغم الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد المصري يوميا، إلا أن العديد من المصريين يرون هذه الأثمان ثمنا قليلا وبخسا لقاء الحرية والكرامة التي يسعون لها من خلال تظاهرهم في ميادين القاهرة وغيرها من المدن المصرية. وإن شاء الله بإذن الله مع الثورة لآخر يوم، بل بالعكس، سواء إذا كان على حساب أولادي، حساب بيتي، حساب شغلي، حساب كل هذا، لا أنا أقول لا طبعا، الحياة تقف لغاية ما يحصل التغيير والتعديل، وإن شاء الله بإذن الله التعديل جاي بإذن الله رب العالمين. وقد قدر بعض الخبراء الاقتصاديين الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها مصر ب 300 مليون دولار يومياً.